أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافة الإسلام كمرك اللودي بي ومرك النبي قد يودك انتقال صلى الله عليه وسلم وحوها بغاش لها بركة يبدا عبد الصوفة كو إبجر الليل هل أبتي سيبو قاتو دكتو سات عمر بارك يقول سي سعودة قال يا أبا بكر إلى أين وحول دواش قتلية وطلع دي أمد دوردن بعدك مدح لغاساري مدح ليلي ورر كي غايا إيه بلين سؤالو كم سوم مايو إلهي ويدين مايو مسلمين تودن بالله قد يجي مسؤول مدح خليفة رسول الله هو إياه مسؤولية دا وقبتينا لعقبات كو قادن ماشي مسؤول ديگن سو إنك ما تكور وإنك مركو مسؤول لقد يجي دولة دا أما حل دبان الله دورنا يمحوص على ما يقولتها أرمحوص على هو العقف عن إيش ما لا أنا سيف عن هؤلاء جبستي لو حل دبان كيف الله يا الله بنين ما الولد يكو صدا ما حين مسؤولية أمي أركي ماشي عيال فوق أي كب لنا يا مسؤولية واحد أركي واحد اللي جي أمد النبي قال الله خدميني وأذيك أمدين أمد هو أذيك يا إلى إخلاص كأنك كان هاي نصيب أبو بكر رؤيا بي والعيال كي يجي أركي هنا ما هلا ليس هم مصاريف تودي أنا كمسؤولة أنا كشورين يعني أظن مقهور تعال كفريسو ما هلا ليس هديت ولا والله شوري وحلو شوري ما دام أفرر لها إن بيت المال قال لك سي مصاريف غير كيس كفلا نف جح إن أوكل غيبي يا مالي والبرير كيس هي لبكاس يا راشد كفلا لا بد يسنا وطلعوا ومدها يدور كيف بلاد تيسي مركيت مدي قلت كل جورة ده أبي بكر الصديق الله رالي كم نقدة إن كيس عبد الرحمن من أبي بكر أول عقد سيدا أيا بيت المال كي مدي عبد الرحمن من عوفوها مالية نكي هاي أيو العقد بيت المال كوعلي مركز هذا العقد حقت قوة دجوج وعد آباء الله ونحرس يا أيا ولد دردار مو يري هذا تيدي نقطة مانتا واحد دويا مانتا أنا قلت دول بان كلها مقالة ذا مدينة دول كا إيبيا العقد كصوب أحد دول كا لبدي سنية دور كي بلود تلاد أمد عن هاي بيت المال كا لعك انت لعك ما كان قادنا مصاريف تي ويا يعني يجا علي يبو يدي انت ينسو انا انه كو دخلو قيمت ما بو يدي عبد الرحمن بن عوف ويا المحل لا ده ابا كو دردار ما سداس ان لعكتا لو علي هلكي بيت المال وصدوق قاتاي ومصاريف تي انك ادو قرتين ورير كستي لبدي سنادود ايو ابا هي قرن ايي دولكي و لها مركان يبينينا وحاولنا نقول دار دار من العقدة إن الكي يقول لك علي بيت المال كالو علي عمر بن الخطاب قال له كان عمر أوي أبي بكر الصديق وقول أبو بكر وقبري أبو بكر بدو تك عمر وعود ما دحض أذيك الدابة دائما إيسا والله هو الدالسو كقاري من أبو كير وانا الدالسي أبو كير صدق أولا أنا أبو بكر وقلت إذا وانا الدالسي لبدي السنة دور كي بلادو طلاد أمد هايي وأنا قاعد يقعد عليه بيت المال كين تاس حكام الزمن كأنا كورم فحاس ما حاك يعني والله كبق إلهي بيك عب سنين آخرة ذاك حساب تبين مرقاسا كوجي مضحاها حق إلهي نوا إلى ليي حقوق دي بني آدم كنا ساس وسقى إلى ليي كوجي فقير كها حق إلهي نسنا وسقى إلى ليي حقي ضد كان وسكى إلى لي وكوك فقير كا سعيد بن الزيد رضي الله عنه إسلام بكسو أشكتوتي حيك كسو أشكتوتي دول آن لها أيو بيرتي سيكود در صديتي ولي بعيل كان أنا قال يدو هذا ملا أبوه سجاز كله وابن أبو رشو عثمان بن عفان أمير المؤمنين تأوي يري سعيد سعيد وطبعاً كي جنة الله بشاري ينك مدى سعيد بن زيد أبا لعوة بركاسو والله كاسو دعوة يا سعيد ويا كاسو دعوة سلان تابع كاسو دعوة دوغضة وما حي كاسو دعوة لول إيادو أيلي ذا هيبات قادة تيبي يلا ليه
ومع العيلك أيضا. يا أمير المؤمنين أنوحا كم مغلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أولي دول أولهين تاكد دول أولهين نكد ظلمكو قاتبوا نبي قيري مالك الدياما وحل لقل عقوبين دونا تضبط دول انتو سلسل الله بحلو آيا قورت الله قرين لو قلين الله قرين دونا جيدو لك لمن كعكر أيو ما نو حديثك نبي محمد كهيو كم مغلي ما يقولت هاي حق بني آدنين أن ظلمكو قاتب إله حد يقب أن أبو راني سيقوي عندها كقاد حدل أدو عندها كقاد مويان هل كان عيشيك سيلاه بند البوي ألكي وقكع هم قادة بلسية وإن دباش دم مرقاسي أوران جرتي ويهبارك سعيد با يقول دعي ويهبارك سعيد بن زيد با يقول دعي أيضو إن دلو ألكي أي كشيكة إساقد وريكي سو إن دلو أي عيل كي كود دعدي بره عيل كي بكود دعدي لقى ما بسوا سهرين هالكي بقبر كي لقى دقول واس حق بنا هذا كل عيار ما ما أنو النبي محمد كم مغلي تاك إن لأقول دول حق الناس نكا قرد ركو قاتا تضبا دا دول باقي ما قرت اللو قليا ولقو إلا دا لك عوجيد لما نكعي كربو النبي قلو مجيد كرايو ما أنو حديث كان نبي محمد كم مغلي ما يقولتها عثمان وإنا نول بن آدم أن حق دركك قادم إله حد يقول بأن أبو راني سيقول إن دهنا كقاد هل كان إله قد البيون أحسوا الله كمق وحب بن آدم كحقك كاجو جني ومحي والله كمق بركات إلهي كحساب تمسل وكأركايو وكمغلايو آخر إني جرتنا يكوهرت الله حق بن آدم إن هذا أبدا داكو ديرن ويس لكن غور موقف بن آدم كو إلهي إنه ظلم كقلا بن آدم كان ظلم كقلا وأمر كو إلهي إلو بو آخر هذا وخطك كسر سادرت يدول على يال إلهي إنها نصر مغنها توبت كان إن يربان الدوية جوغنا إن ير إن ير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بريتولي نوال بوحا والله كل مدونة كما ورقبو ماشا قبرقا قل نخون وقبرقا قل نخون كما ورقبنا بركة ولا الوين عن آخرك حسابتنا آخره ما ديرو إنهم يرونه بعيدا ونراه قري إلهي باشي قيامه ما ديرو حقين وكادر يهي لكن نظام كإله مرك الله في ريار انت واسدوده بعثت أنا والساعة كهاتيني لو ذا فرد نبي قسكو دريري فردا يا مردسدا يا فرد حذا نبي قسكو قبتي مرك أبو نبي قيدي أنا يا ساعة قيامة صدا لو ذا فرد اسمو حقا من اسمو حقنا برسول كوري مرك إله إنه نصر نقنه كبغن إله قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دينتي إننا ما ركتاني حقا شقينا وشقادة دينته علماء يا معلمين توكلي يا كمسؤول ما هنا يا جماعة عدده قفكستو مسلم الدين تحلب كسارة إن النفط هذا إصلاح ساعة وواجب إن أمد إصلاح يقنا دذلك أتكتب قادتنا وواجب دعوة 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 إلى الله فريضة شرعية وضرورة بشرية بين العلماء دتكو إلهي حقي صلى الله عليه وسلم وفريضة شرعية وهي وأنا ضرورة بشرية بشرية دون ما مات دعوة أباها مسلم كيف أباها الصلاة الله يقوله ومسكيتك الله يقوله وحلقاتك الله يقوله ودينك الله يقول نصيحة قال كين وحو أباها إن إيمانك إسلام نمد الله بندق أباها مسؤولية دانا حل كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأمدي سسارو يري لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أنا النبي كما دم بيب النبي يقول إنك أنا أمة إنك كما دم بيسى كنا حاضر كما أنت إلى جوا وكنا ما كان جارسي فربما مبلغ أو عام سامع يكوي مغلي أنا صحابه أنت النبي كم مغلين بأدون كنا جارسي هل كي ما لم تير رسالة جارسي بل يدي إنك كسر نبوة مويانة
halkii ay dhigeen bay taagan tahay maanta.